اوكي مرحبا، معكم راني، عم اتابع بترجمة كتاب الويب جي ال، وصرنا هلا في بلغة الجي ال اس ال اي اس عن المصفوفات، بس مش الفكتورز ولا الماتريسيز. عرفت شو قصدي؟ عم نحكي عن مصفوفات السرد الاريز العاديات. اوكي، فالجي ال اس ال اي اس اريز عندهم نفس الشكل للكتابة اللي مستعملين في الجافا سكريبت. كان نفس شكل الكتابة مستعمل الاراي بالجافا سكريبت، هو نفسه مستعمل جي ال اس اس ال اس. اوكي، مع اللي مدعوم هو فقط الاريز اللي الى بعد واحد. اوكي، فاني مصفوفات ذات بعد واحد يعني. اوكي، بعكس الاريز بالجافا سكريبت، بعكس المصفوفات بالجافا سكريبت، يعني شارت النيو اوكي مش ضروري حتى تخلق اري. اوكي، ف والميثودز مثل بوش وبوب هن كمان مش مدعومين، يعني انك كيف تسحب داتا من الاري او تحط فيها، هذول كمان مش موجودين بال. اوكي، الاريز ممكن تعرفه او يصرح فيهم بالاسم عبر براكتس، بتحدد بين الاقواس يعني مثل هيك، وتحدد احجامهم. مثلا عندك فلوت، فلوت اري، اوكي، عندك يعني مصفوف ذات بعد واحد، اوكي، اللي هي تاخذ اربع عناصر. اوكي، هون تاخذ فيكتور من او هون بكون عندك اري من اثنين فيكتور، اوكي، سيستم من اثنين فيكتورز، بس فيها يعني بس هي ما بتاخذش اكثر من اثنين، يعني هي الاصل. اوكي، فحجم الاراي لازم يكون تحدد كرقم constant expression، اوكي، رقم ثابت صحيح، اوكي، اكبر من صفر. بحيث انه العدد الصحيح اللي هون محدد لازم يكون رقم عددي، مثلا صفر او واحد. بكون مثلا يعني كدول كمان نفس الفكره اللي صارت مع الفهارس. اوكي، بالماتريسيز. اوكي، عندك يعني متغير عام او محلي بيكون دائم يعني بمستوى انه كونست. اوكي، بيكون رقم ثابت فقط للقراءه. اوكي، ما عدا المتغيرات تبعون الدوال، بعدين رح نصل للكونست فاريبلز. اوكي، اظن عم بيحكي هون بالفانكشنز لاحظ. اوكي، بعدين التعبير اللي مألفه كمان من ما سبق من هذول الاثنين. تمام، فالمهم لازم يكون عدد صحيح ثابت، هيك بيكونوا معرفين ككونست انتجر. اوكي، فهي حتعطيك خطا. اوكي، فلازم تحط كونست انت سايز، مش انت سايز وبس. اوكي، يعني العادة ممكن تغلب عليك، عشان هيك عم بنبهك عليهم. كمان بقول لك دير بالك انه الاريز نفسه ما فيك تعرفهم ككونست. اوكي، ما فيك تحط لهم كونست باك فور يعني. تمام، هلا عناصر الاري، عناصر المصفوفة هون ممكن يعني نولج عليها باستعمال أداة الفهرسة بين قوسين هدول المربعين. لاحظ إنه مثل لغة السي الفهارس بتبلش من الصفر، فمثلا إذا بدك ثالث عنصر من الأراي بدك تحط float array 2. أوكي، هيك float array رقم 2، إذا حطيت رقم 2 قصدك ثالث عنصر، العد ببلش من الصفر. أوكي، فكر فيها بتعرف شو قصدي. يعني ترميز العنصر الأول بالرقم صفر. اوكي، فقط ال فقط تعبير العدد الصحيح الثابت، اوكي، او اليونيفورم فاريبل. اوكي، شوف القسم عن اليونيفورم فاريبلز. اوكي، ممكن يعني بحكي سابقا عن اليونيفورم فاريبلز. اوكي، ممكن نستعمله كفهرس للاري. اوكي، بالاضافه انه بعكس الجافا سكريبت والسي، الاري ما فيك يعني تبتدئها على وقت التعيين. اوكي، فمثلا
يعني الاري كل وحده منهم اوكي لازم تعرفهم. يعني اذا عملت مثلا خلينا نحكي قالك هو في عندنا هاي مثلا عملت هيك back for array اوكي سايز معين بحجم معين اوكي بدك تصير انت كل حبه بحبه تعرفها بهيك من back for يدوي اوكي. بقول لك الاريز فقط بتدعم اشاره الاسئله المربعين اوكي للشغل يعني اوكي، ولكن العناصر بهاي الاري بتدعم يعني فعلا بتدعم العمليات الحسابيه المعروفه الباقيه اوكي لا بحسب النوع تبعه اوكي. فمثلا العمليه الحسابيه التاليه ممكن تتطبق على عناصر float array او vec array اوكي. مثلا بدك تضرب 3.14 بعد float array اوكي فايه بتزبط لانه هون هذا float array بياخذ العنصر او العنصر الثاني لما بلش رام واحد اوكي. وفي عندنا هون الفلوت اف اوكي فبصير قد ما يكون في بالفلوت اري على العنصر الثاني نضربه ب 3.14 تمام. كمان هون عم تضرب فيكتور بفيكتور اوكي فبتطبق عمليه حساب الفيكتورز اوكي. يعني بتجيب انت الفيكتور الاولاني اوكي من لسته الفيكتورات اوكي بتضربه بهذا الفيكتور فبتصير عمليه ضرب فيكتورات ببعض اوكي. فهذا كل شيء عن الاريز اوكي. سلام، رجع الاشتراك بالقناه وفعل زر الجرس تبع القناه حتى يجيك كل تنبيه.